مدرس البدنية، مدرس التربية الرياضية، أنت وش جوك بالضبط؟ يعني أنت درست 4 سنين في كلية التربية البدنية، وبالنهاية جيت لما نبدأ تحت الكورة تقسمنا فريقين ونلعب، والصبح ممكن تعطينا نظام التمرين إذا استعد استريح، وما له علاقة ترى بالطلاب أصلا، إحنا ما استعدينا عشان نستريح. طيب يا حبيبي يا حبيبي، وش درست انت 4 سنين؟ 4 سنين ذولي درست وش درست؟ معقول درست شلون تفرق الفصل فريقين بس؟ يعني دورك يا عزيزي المعلم التربية البدنية، دورك يقوم به اي واحد، يعني الهندي اللي بمدرسة يعطى زودي 200 ويعطى جدول، يقال له لو صار الفصل هذا عندك بالجدول كذا يا صديق، جيب هذا سوي 2 فريق يرمي كورة، رن درس رجع. طبعا هذا الفيديو زعل ناس كثير، خصوصا معلمي التربية البدنية والرياضية، يمكن بعضهم رفع دعوة. انت تشوف انك يعني اخطيت في حقهم شوي ولا هذا؟ والله انا اولا ما في احد درسا الا اذا شفته بالطرقات قبل راسه، من حاجب المدرسة الى مدرسين كلهم حتى مدرس البدنية. ولكن كنت متضايق انه يدرس 4 سنين بالكلية، هم من يجي وزن فريقين بس حالته كورة، ومن يقعد يحط كرسي بظلال، وظلالها مو يمشي بالمدرسة، كل شوي يجرب كرسي يروح لظلال ويقعد يصور. طيب تتوقع يا منصور هذه مشكلته ولا مشكلة مناهج، مشكلة وزارة، مشكلة إمكانيات؟ أنا جايك بالكلام. فأنا طرحت الكلام ذا، يوم طرحت الكلام ذا طبعا خليك من الشق اللي قدموا شكوى، الشق الآخر جو عاتبون، قالوا إنه إحنا ما نعطى إمكانيات، ما نعطى ذا. فكنت أقول لهم خلونا من إمكانيات الوزارة، ما في ولد سمين بالمدرسة، ليش تسلمين ذا؟ عط واجب، قل له بكرة عليك وورك 15 وشب، وترى بكرة بتابع معك، مو بلازم. قال من منعك؟ قال من نهاك؟ قال من أمرك؟ أنت تحرك، أنت بادر. طيب ولكن